مرحبا شباب بنات، كيفكم؟ ان شاء الله كلاتكم بخير. اليوم جايكم بفيديو جيم بلاي خنفشاري. طبعا بهذا الفيديو راح نقتل حيوانات وراح نفرم وراح نبني بيتنا وراح نروح لمناطق نجمع لوت، ومنها بنستكشف المنطقة ومنها بنستمتع بالجرافيك وبنعرف كمان كيف نتعامل مع الزومبي وكيف نقتل البوتات. وبالمناسبة كمان حاطط لكم انا 4 اكواد بروجكت ايفو بداخل الفيديو، وحاطط لكم رابط تسجيل لعبة كمان باول تعليق مثبت. فيا شباب لا تنسونا من دعمكم الاسطوري، يعني تركك لللايك ما راح يخرب الدنيا، ولا تنسى انك كمان تشترك بقناتي مشان ما يفوتك اي جديد عن العاب السيرفايفر اللي انا انشرها. فلذلك يا شباب بترككم مع الفيديو وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. طبعا انا قتلت الغزال وخلصت منهم، حاليا صار وقت التفريم. راح افرم لي هيك شوي حجر وشوي خشب مشان يعني هيك نبني بيتي، عرفتوا شلون شباب؟ طبعا شباب بشرف التفريم بهاي اللعبة راحة نفسية، صوت التقطيع وكسر الأحجار يعني صراحة أنا مستمتع فيه كتير، عرفتوا شلون؟ طبعا أخيرا خلصنا من التفريم. أنا طلع طيبة قلبي شباب، بس يعني أنا يعني قصيت لكم الفيديو، أكيد ما راح أعذبكم حتى بالفيديو، يعني اكيد ما راح اصور لكم انا وعم افرم. فرجالك ليكني عم ابني البيت تبعي، وشوفوا شلون تعبني التصميم تبعي. ممنوع حدا يكتب لي ليش تصميمك معوق؟ ها ترى التصميم مو معوق، بس يعني هيك بنيته هيك بداية، عرفتوا شلون؟ طبعا الرمز تبع الباب ما حدا شافه، ما عليكم منه. صحيح ما حكيتوا لي شباب، بتحبوا انا وعم اصور اسجل صوتي هيك يعني امزمز لكم انه شو عم اسوي، ولا بتحبوا الفيديو بدون صوت؟ ما بعرف ليش حاسكم انه الفيديوهات اللي مع الصوت انتو بتحبوه اكتر. فحاليا حطيت التي سي تبعي، وعندي هذا اللوت الزايد تحطه بالتي سي، وبدنا نرقي البيت كمان، هذا شي ضروري. فشوفوا شلون صوت الترقية بهاي اللعبة شباب، جدا فخامة بالنسبة لي، احب صوت الترقية بهاي اللعبة. يعني هيك لما تسمع صوت الابجريد بيطلع منه الصوت يشل شل يا معلم. هلا بدنا نصنع الصناديق تبعنا، طبعا نصنع لنا هيك كم صندوق صغير على الخفيف ظريف وبنحطه. وهاي احلى فرن كمان محروق. حاليا شباب بدي اتعلم هاي اللي بيزرعوا فيها الكلوز مشان ابني لي هيك مزرعة حلوة. فهذا بير للمي، وهذا ما بعرف شو هذا، الشوك مسخرة والله ما بعرف، بس لازم نتعلم اللي تحته واللي تحته واللي تحته لبين ما نوصل على المزرعة. هذا تاني واحد راح نتعلمه، وهذا ثالث واحد، والسلم رابع واحد، وخامس واحد اللي هي تبع المزرعة. فهلا بدنا نروح نفرم خشب مشان نبني لنا مزرعة كبيرة تبع كلوز، ويعني نستفاد من الباندجات. وهلا بتشوفوا انه شلون انا عم ببني المزرعة كمان، وبتتخلصوا من معاناة جمع الكلوز. يلا يا شباب حان وقت المزرعة. طبعا هلا تعبني لي هدول، شوفوا هدول هن اللي انا راح اصنع فيهم الكلوز. فشوفوا شكلهم، شكلهم جدا ظريف وبيعجبني صراحة. طبعا احتاج مليون مليون خشب مشان اكمل كل هدول، فحاليا تعبني بس هدول هيك يعني يكفيني بداية، عرفتوا شلون؟
تعبني ان شاء الله اكبر ما العب اللعبة. طبعا انا اتحدى اي شخص لعب هاللعبة يكون شايف دجاج باللعبة. نعم شباب، موجود دجاج كمان مثل ما عم تشوفوا. هلا راح اصمت واحدة لك. شوف شوف هاي قتلناها حبيبي والله. اليوم المرقة علي شباب، فاتحداكم اذا حدا شايف هاي الدجاجة باللعبة. ونعم يا شباب، انه الدروب الملعون نازل دروب، جيت علي انا وصديقي وشوفوا لي هذا العار سفاح سكاكي. بس يعني بلعبة بروجكتيفو هذا، مو بلعبة راس موبايل هالمرة. فخلينا نرجع له. اجيت لك اجي اقول لك والله ما تقدر لي يا كويس، كفي لك العباس. اجيت له والله هلا الاصمت وعصاي هيد شوت. وينه هذا؟ وينه؟ وينك يا خبيث؟ شكله كمبر او خاف مني. طبعا في واحد هون، في واحد عم يتفتل هيك بالحصان. آه هذا هو، شفتوا؟ هذا ما بده يقعد عقل يا شباب، هذا شوي مزعج والله، كرهني شوي اللعبة.
Thank you.